واللي عايز اقوله ان سلطنة عمان كانت طوال الوقت، وده اللي بيخليها ويمكن الايام القليلة الماضية في محادثات غير معلنة داخل سلطنة عمان بتحاول ان هي تهيئ الاجواء التفاوضية ما بين الحوثيين، ما بين القوات الشرعية طبعا، وما بين قوات التحالف العربي، لان سلطنة عمان هي الطرف العربي الوحيد اللي هو ليه علاقات مع كل الاطراف، مع كل الاطراف، بل ومع الطرف الاقليمي اللي انت قلتيه اللي إيران. هو داعم للحوثيين اللي هو ايران. الاكثر من كده، الخبرات التاريخيه السابقه للوساطه العمانيه، لو حضرتك تفتكري كان في ما بيننا بعض اللقاءات السابقه حول التوصيف الاستراتيجي لوضع عمان. عمان هي جنيف العرب، هي سويسرا الشرق الاوسط، بحكم ان عمان هي منصه حياديه في ظل سياسات استقطابيه اقليميه. عمان لا تنحاز مع احد ضد احد. طيب.